يا أخواتي نقف نقف. ما راح أشرح، الأخوات هم راح يشرحوا. مجموعة سيدنا أبو بكر اشرحوا لنا كيف نتعامل مع المراهقين، اسمعوا حتى تستفيدوا. نقف، اتركوا لنا الجوالات من إيديكم، الأوراق اتركوا الآن، نسمع فقط للمجموعة الأولى. جميل، يعني لاعب ابنك سبعا و صاحبه سبعا، المراهقة مصاحبة. جيد، أول وحدة. نعم، رفض العقوبة بالعمل. اشرحوا لنا. مثلا إذا طلب يعني طالبين أهل في مكان يعني معين أو في مول أو يشترون يتبرعون أوراد مثلا قطعة ملابس الابن، أمنع من عقاب إنه خلاص هاي قطعة الملابس ما تصير لك بسبب إنه أنت دولابك غير منظم وغير مرتب. معناها الحرمان، يعني الحرمان مقابل يعني عقوبة الحرمان مقابل إساءة التصرف، صح؟ طيب طيب تفضلي. كان الشيخ إبراهيم الخليفي دائما يعطي نصائح يعني ثمينه، احيانا بتريح ضمير الاب بسرعه، كان يحكي من أذن بعقوبة أساء الأدب، لازم يكون في عقوبة للابن، تبدأ سواء عقوبة صغيرة أو كبيرة، ولكن لا يحرمه من الأشياء الأساسية في حياته زي المصروف والأشياء اللي تدفعه للانحراف. ملاحظة مهمة. يا أختي اتركي القلم لو سمحتي. فوائد إيه، أما ما تنشغله بسؤال تاني. ملاحظة كثير مهمة، أن لا نلجئ أولادنا للانحراف نتيجة كثرة العقوبات. تفضلي أكملي. ممكن الخيارات، يعني أنك تحط لابنك خيارات لكن ضمن ما أنت بدك، يعني يحس هو أنه حر ولكن أنت مسيطر على الوضع. أيوة. يعني مثلا الاخت كانت بتعاني مثلا عدم التزام ابنها المراهق في مساعده اعمال المنزل وترتيب اموره وهذا نعم. هي تحط له خيارات لكن ضمن ما هي بدها اياه تحصره انه ينفذ بالاخر اللي هي بدها اياه. حلو، يعني بنشعره انه هو حر وبالحقيقه هو ضمن السيطره. يعني نعمل تشرب شاي ولا قهوه؟ يا اخي بدي ازورات انا. جميل. تعمل فراشك قبل اول ما تصحى ولا بعد ما تتوضا وتصلي؟ لكن لازم تعمله قبل ما تطلع. ما هو الذي يفعله؟ ما بيرتبش فراشه. ايوه ايوه. قبل ما تتوضى ولا بعد ما تصلي؟ يعني انت عامله ما فيش كلام. ايوه. اختار حاجه مثلا تكون مسؤول عنها. هذه كاتبها انت بنفسك، انت تقدر تعمل ايه، قدراتك تعمل ايه، تكون مسؤول عنه، بس لا اذا حصل فيها اي تقصير انت قدامي معاقب. يعني ايوه إيه؟ يعني نوزع مهام مثلا. انت اللي اخترت المسؤوليه دي تتحمل. حلو، يعني عندنا كتله من المهام وبدنا نوزعها على اهل البيت، بدل ما نحن نقسم انتوا اختاروا. عندي ثلاث غرف بدها تترتب، انت عن اي غرفه مسؤول؟ فهو مسؤول لكن بيختار اي غرفه. طيب كاتب هنا في الكتاب لا تجعله يشعر ان حياتك متوقفه عليه. المراهق يعني انه ما يحس، هل يعني في بعض الاحيان بتحس انه البنت مثلا مسؤولياتها كبيره زي كانها ام، او الولد مسؤولياته كبيره زي كانه اب، بده كمان هو بده يشارك هسه في القرار ويحكي او لا او ينفذ او ما ينفذ، لانه هو ايش مسؤولياته كبيره، فلازم الاب يشعره انه هو يعني حياتي انا وبيتي مش متوقف عليك انت. تمام. ايوه يعني انه هو كفرد يعني تحت الاب، وانا حياتي كاب مثلا مش متوقف عليك انت. جميل، هذه ذاكرها بالكتاب. نعم. غير في جزئيه اخرى برضو، يعني احيانا الاب والام فعلا بيعجزوا عن التعامل مع اولادهم، فما فيش مانع من مثلا توجيههم لحاجه زي كده، لحاجه زي المكان هنا، زي المسجد، زي مثلا يكون صديق الاب هو بيحبه يخليه هو اللي يكلمه في اذا كان في موضوع معين محتاج مناقشه ومش مقتنع بكلام الاب والام، ما فيش مشكله من الاستعانه، لان دايما الكلمه اللي جايه من بره بتبقى مقنعه. أيوة. اكتر من الاب والام. مهم جدا هذا فعلا، مزمار الحي لا يطرب. كثير من المربين الفضلاء يطلبون من تلاميذهم أن ينصحوا أولادهم،
لأن سبحان الله يرى الأب يرى الأم كثيرا، فيعني نستعين بمن ينصحهم، مهمة جدا. موضوع المراهقة إخواني أمر مهم جدا، هو أنه ما نكره المراهق. كثير من الآباء أو الأمهات يكرهون ابنهم في هذه المرحلة، وفعلا هذا مشاهد بعدة عائلات، أنا رأيت هذا الموضوع، مراهق كذا، فالأب يصبح مثل الخصم للمراهق ومثل الند، أو الأم تصبح خصم لابنتها. هذه مصيبة من المصائب، فننتبه، نغمرهم بالعاطفة حتى لا يبحثوا عن العاطفة خارج البيت. أفيدونا أيضا في شيء أيضا عن المراهقة؟ يعني مكتوب إنه يعني إنك زي تشاركه بأنشطة، يعني زي الكشافة الموجودة وهيك، بتحمل الولد المسؤولية يعني. وتفريغ الطاقة، لأن الشاب أصلاً الشاب والشابة ما سمي بهذا الاسم إلا من شبة النار، طاقة متقدة، لو لم يستفرغوها بالحق سيستفرغوها بالباطل. طيب سؤال دكتور، يعني حتى لو أنه بس هيك خارج الموضوع، طيب أنا إذا بدي كيف بدي أشغل ابني بهالأمور، الأنشطة الرياضية ولا مخيم، إذا هو أصلاً رافض أنه يندمج بأي شيء؟ يعني نتحايل عليه من هنا، ورفض هاللعبة بيلعب غيرها، يعني ما بده سباحة، طيب كرة قدم، ما بده كرة قدم، يعني نحاول نقنع، نناقش، مثل ما ذكرت الأخت، نستعين بطرف ثاني، نهيئ الظروف، بدل أنت ما تقول اذهب للرياضة يا فلان، تأتي بصديقه وهو يقنعه بالسر بينك وبين صديقه، وهكذا، يعني نتحايل عليه. إذا هو طبعاً جاهز، طبعاً مراهق متقلب، يعني ساعات ينطي عهد تمام أنا سوف أقوم بهذا العمل، يوم يومين ثلاثة يمكن شوي شوي تبدأ بلاقي رجع لي ما هو كامل، يعني دائماً المراهق هو يرجع عن كلامه دائماً، يعني لاحظ هاي الإشارة، كيف أعالج هذا الشيء؟ تعطونا حلول أخواتي حتى من بقية المجموعات، تفضلي. مش من عندي، لكن الفقي كان يحكي لما الإنسان يحط خطة لازم يتابع ويقيم، مثلا اسبوع متابعه بعدين انا اعدل ايش الغلط، ارجع احط التقييم بالفعل زي ما بيحكي، يعني اجرب شيء ثاني، اتابع المتابعه دائما، المتابعه لها الدور. اما انا احط القانون، واحنا هذا بصير معنا، حطيت القانون وما شاء الله عنه بده يمشي ابد الابدين، ما بيمشي، بده متابعه وتشجيع وترغيب وترهيب، لانه نحن الكبار نفتر عن بعض الاشياء، نحتاج من يذكرنا وتذكير وتحميس الله العلي. في هاي الجزئية كل البشر سواء كان صغير أو كبير هو في تغيير مستمر، لا يبقى على حالة واحدة، لكن فترة المراهقة نجدها أبرز شيء في التغيير، هرمونات متغيرة، جسم ينمو، طاقة متفجرة، فبالنتيجة أكو حالة سريعة في جسمه وفي عقله، ففيها تغيير مستمر، فتغيير بعلاقاته، نجد علاقاته مع أصدقاء يومية عند جروب جديد، هذه واضحة جدا نجدها عند الأبناء يوميا، كيف منه عند صديق جديد، نعم، هاي إذا ما افتهمتها راح تقع في مشاكل ولا منين يجيبهم، لكن هو تركيب تول سرعة التغيير، نعم، أي خصائص العمرية، فهذه مهمة جدا ننتبه عليها، نعم، ونبقى يعني لا نعتبرها حالة غير صحية، التغيير والسريع عنده بهالمرحلة حالة صحية إذا ضبطت، بدون ضابط وبدون مراقبة فيها مشكلة والله أعلم. يعني جميل، يعني حتى الجسم يؤثر على النفسية والتعامل. تفضل. أنا رأيي في هذه المرحلة اللي تناسب تجربة بسيطة في هذا الموضوع، إنه انسى إنك أنت أمور، أنت الآن صديق تماما، يعني حتى لا تأمر ولا تنهى، لأنه بهذا العمر هو عارف الصح والغلط. يعني حتى لما هو ما بقى، يعني مثلا انت بدك تحكي له لا تعمل هذا الشيء، تعرف انك بيعمله، احسن ما تحكي، ما تحكي جد، لانه هو بيعمل راح يعمله، فانت حتخسر يعني خلينا نحكي مكانتك علاقتك معه. بالضبط، هو ناوي يعمله، فلا تضل تحكي له لا تعمل، حلو، لكن خلص صادقه. هلا ليش هو ما بحب اصدقائهم كثير؟ انا ما بحكي له اعمل ولا تعمل، بسرر له كل شيء، خلص صديقه زي ما بده، صحيح، حتى تصير صديقه خلص ابعد، لا هاي الفترة بالذات لا توجه، ابعد عن الأمر والنهي. بالضبط، إذا بدك توجه يا بتبعث له يوتيوب حلو، بتبعث له نكتة هيك بيوتيوب من خلال رسالة. هذه تجربة عملية. عملية فعلا. وشغلة ثالثة إنه
يعني اعمل الاشياء اللي هو بحبها حتى انت ما بتحبها، وفعلا احنا ممكن ما بنحبها. نجنوا على ما بنجن، فعلا نجنوا والله جن صح. صارت هاي الحال فعلا، هي عندها فرط الجنون، هم نعمل زيه بستمتع هيك بتطلع انه عن جد ما هو جنن زيي يا بس بعديها بصير في علاقه رهيبه. لازم تشعروا بخصوصيه علاقتك، يعني خلص ماما انا جاي على اطلع اشرب انا وياك بالكافيه قهوه فبنبسط، بس انت لحالك يلا بنروح بنقعد ساعتين ثلاث، هون بشعر انه واو ماما صاحبتي، يعني ياي انا مصاحب اليوم ماما، فهون بشعر انه انا ملكت الدنيا فبحكي لي كل اسراره. يعني على ابدا ان لما ارفعك اكلك ما ينفع بالضبط. وصلنا للتصاوب الصديق صلى الله عليه وسلم. هاي قلنا لها جزئيه مهمه جدا، انه دائما الاب والام يفرض نفسه وسيطرته. حقيقه امامنا هو ابن صح من جهه، لكن هو انسان كيان مستقل، نمزح له قلبه، له مشاعر، له حاسيسه، له حريته، له تفكيره. هل اذا ما رعيناها جزما راح نصطدم بها جزما. لذلك حاله التسلط لابد انه تهذب عند الاب وعند الام. صحيح. وحاله الامر والنهي يجب ان تهذب عند الاب والام. جميل. خصوصا في زماننا الزمان تغير، هاي سلطة الأب، والأب يدخل الكل بقبل إيده، والأم جلال وكذا، هذا كله انتهى. فعلا لازم كما قال الشيخ جزاه الله يتصابى، فعلا هذا زمن التصابي، لازم نعمل مثل أولادنا هيك نجن معه. وسيدنا علي رضي الله عنه كان يقول إن للنفس إقبالا وإدراكا. الطفل الطبيعي أو الشاب في سن المراهقة طبيعي جدا إنه يعطيك أحيانا يعطيك وعود للسماء، ينفذ يوم اثنين ثلاثة وبعد كده بينزل مستوى. فالمهم إن أنا في الوقت دوت وقت ما أكون بتفق معاه بعمل حد أدنى وبعمل حد أعلى، اللي هو همته العالية عاوز يدين الحد الأعلى. يعني أنا عبد الرحمن ابني، طيب نتفق إن أنت كده لو ما رجعتش القرآن هيضيع منك، نتفق تقدر تراجع دي؟ قال لي أنا أقدر أراجع 15 جزء كل يوم. قلت له لا، ما هو 15 جزء دولك أنت كده مش هتكمل على طول. إحنا عايزين نتفق على اتفاق تمشي معاه على طول. تجيب قد إيه؟ قال لي أجيب 10. قلت له برضه كتير، 10 كتير. من قرأ خمس لم ينس. نقرأ 6. إحنا هنقرأ كل يوم 6، بس بشرط أنت ممكن يبقى مكسل لا تقل بأي حالة من الأحوال عن 4 أجزاء. تمام. يبقى أنا مديله حد أدنى ينزل عليه، بحيث انه مش لازم يطبق على طول الستة. جميل، الله يزكي. جميل جميل، يكون عنده مرونه. ما شاء الله، رائع، ملاحظه مهمه جدا والله، الله يجزيك خير. حلو، ننتقل للسؤال الثاني. على فكره اتفضلي. استاذ لما الطفل، لما الفكره اللي طرحتها انا من شوي انه الولد ما عنده همه، انا جايه على تركيا من جديد، الولد رافض انه يندمج مع الاتراك، رافض تماما انه مثلا يدخل يلعب، مثلا هو بحب كره القدم ما بده يدخل مشان ما يدخل مع الاتراك، ما بده، يعني ما بعرف، حاسه انه في شيء خوف، في ما رافض تماما اي شيء. يعني بدنا نخفف اختي، بدنا نحاول نخفف قدر الامكان، وبالنهايه يوجد مشاكل حلها الزمن. يعني مستحيل والله الولد جاي من بيئه نقلناه الى بيئه ثانيه بيوم ولا يومين ولا بنصيحه او نصيحتين راح ينخرط بهذا المجتمع. نحن انفسنا ما خرطنا إلى الآن، من منا ما شاء الله مصاحب الأتراك ويذهب ويأتي مع الأتراك؟ فالأولاد طبعا أسرع اندماجا أكيد، لكن هناك مشاكل حلها الزمان، نخفف قدر الإمكان من السلبيات أما لا في وقت، يعني يأخذ وقت. والله يعين إن شاء الله ويرجعنا جميعا إلى بلادنا سالمين غانمين. طيب ننتقل. على فكرة المراهقة ملف شائك وطويل، قلت لكم كتب كثيرة الآن الحمد لله موجودة عن المراهقة، اكتبوا على الإنترنت تربية المراهق، توجيهات المراهق، كيف نتعامل مع المراهق، راح تحصلوا كثير من الأجوبة. السؤال الثاني الإلكترونيات عند مجموعة سيدنا عمر، تفضلوا. مشاهدة التلفاز أخذنا من تجاربنا يعني ومن الحلول. ممتاز. وضعنا أسباب المشكلة وحلولها. أول سبب القدوة السيئة من الآباء، يعني أني مثلا أقول لابني لا تلعب بالموبايل، وأني اليوم كله لازم الموبايل، هاي مشكلة جدا كبيرة يقع بها كثير يعني من الآباء. يعني هيك حطيت أنا بخانة اليك. السبب الثاني بعد الوالدين عن الأبناء،
فولد عندهم بالنتيجة فراغ. فيعني زيادة المحبة، التواصل معهم من العلاج. حلو. اللعب معهم والحوار، عدم وجود بدائل. هاي أهم شيء. فلازم نوجد بدائل، ألعاب ممكن يسجل بنوادي بالنسبة للأولاد، حتى البنات وكان يعني سباحة أي أشياء اللي. خلونا نركز مع الأخت. نعم. اصطحاب الأطفال في زيارة للأصدقاء، هاي اللي وجدناها في الكتاب، يعني يقول حتى نخفف مشاهدة التلفزيون ممكن نطلع زيارات يستفاد منها. في شغلة أنه يعني حدثت معنا في البيت، يعني هم كانوا يلعبون كثير إلكترونيات، فأبوهم كان هو يلعب معهم في لعبة واحدة فقط، هو اللي يتسابق، فتقننت يعني اللعب، بدل ما صارت هو صارت واحدة، صاروا ينتظروا الى ان يلعبون تخلص اللعبه، خلاص انتهى هذا الوقت. نعم. هاي يعني وجدنا بيها احنا. اظن هذا موضوع قديم، ايام الاتاري والاشياء. لا لا، حتى الاكس بوكس اي يعني على لعبه، يعني هو ما شاء الله الالعاب يتفننون بها. اي يتفننون بها، بس هو الى كان واهز، فيعني صدق فادتنا في تقنين الالعاب بها. نعم. اختيار الاصدقاء يعني تأثر على كثرة استخدام الإلكترونيات. نعم. تحديد المقاطع الهادفة، تنمية القراءة لديهم، المناقشة وإقناع الأبناء بخطورة النت والإلكترونيات. يعني لازم نقعد نجالس ونحاورهم إيش اللي يصير، يعني أكو حتى فيديوهات تبين خطر الإشعاع اللي يبث النت والتليفون على الإنسان. نعم. وهي ممكن نستفاد منها. جميل جميل. الله يجزيكم خير. السؤال الثالث. أولا بالضد تتميز الأشياء، فأنا لما يعني أظهر له فضل العلم ثم مساوئ الجهل، هذا يحفزه أنه يدرس الدراسة. مشكلة الدراسة والقراءة. نعم. ثانيا، أولا تعريف مهمة الوقت، أن الآن في هذه المرحلة المهمة التي تتوجب عليك هي المذاكرة، وهي أداء الواجبات، وهي أن تكون الأول على فصلك، وأن تكون مميزا بين الطلاب من الأوائل. أي نعم، من الأوائل. لا، والأول الأول لابد أن تقول أنت الأول، وأنت بفضل الله تعالى تستطيع أن تكون الأول، وأنت ممتاز، أنت مهيئ لذلك. يعني أنا لماذا قلت من الأوائل أخواتي؟ أكيد نحن نتمنى أن يكون أولادنا الأوائل، لكن تربويون ينبهون احيانا مقدرة الولد، يعني هناك ذكاءات متعدده. أحسن. ذكاؤه اجتماعي او صوتي او عاطفي، ليس ذكاؤه نظري. فاحيانا بعض الاهل يا بتكون من الاوائل يا انت سيء. لا هم ملوش عقاب، بس هو دائما بس بين قوسين يعني على معالي الامور، من بين قوسين بس ما اكثر. نعم، جزاكم الله خير. ابتكار طرق جديده في المذاكره من الصغر، يعني لابد ان انا ما بقاش اللي هو المذاكره الاكاديميه، ان انا اجي اكرر له كذا وكذا. طيب انت النهارده خدت ايه كده؟ يعني فكانت عندي خديجه هي اللي تيجي تقول لنا خدنا ايه على السبوره وتكتب، واحنا نقعد ونردد وراها ايه، قابل تفاحه والبيت كله، ويقولها مش سامعه صوت هنا، حاضر اسمع علي صوتك وكده. يعني فاحنا بنحسسها انها مدرسه في اليوم دوت، فده ابتكار شيء في الدراسه. تعريف الرساله التي من اجلها خلق هو. نعم. حسوا على ذلك يعني. وطبعا تذكروا بان اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اقرا، وهذا من باب ومن اجلال الله تعالى للعلم ولمكانه العلم. اشعروا عند منذ الصغر، اشعروا منذ الصغر بالمتعه عند القراءه وتعظيم ذلك له، واظهار كل يوم له فائده له جديده. تصدق انا النهارده يا عبد الرحمن، انا النهارده اكتشفت حاجه في كتاب مهم، معلومة والله ما كنت أعرفها، بس قرأتها في الكتاب الفلاني، معلومة أنا ممتاز يعني مبسوط جدا إن أنا وجدتها في الكتاب دوت. إظهار إن الكتاب بالنسبة لي حلم، إن في كتاب بالنسبة لي حلم، وأنا أبقى عارف في كتاب معين، مثلا يعني زي كتاب الفنون لعبد الكريم المالكي، وهذا كتاب من 800 مجلد أنا مش عندي، فأنا دايما أظهر له إن أنا نفسي ربنا يكرمني وأشتري الكتاب دوت، نفسي أجيب الكتاب دوت، لأنه الكتاب من فضل الله ان هذا الكتاب اصلا ليس مطبوعا، فانا بقول له نفسي اجيبه، فهو مش هيجيبه يعني، هو مش هيجي لان الكتاب مش مطبوع. كتاب مثلا زي كتاب تاريخ دمشق،
ده 70 مجلد كتاب قيم يعني، كنت دائما اصغر لهم ان انا نفسي اجيبه. نعم. ولما جبته كانت حفله في البيت. النقطه التي بعدها. نعم. اشراكه في معارض الكتب منذ الصغر، تعظيم قدر الكتاب عنده، وفي دائما كنت اقول الاخ يقول تلخيص، طلب تلخيص كتاب او قصه بعد قراءتها، تطلب منه الفائده، ايه اللي استفدته. المناظره يعني جربته مع اولادي مثلا، اقرا قصه ليس كتاب، اقرا قصه، ماذا اقرا بابا؟ اقرا قصه يا اخي، يذهب يقرا قصه، تعال اروي هذه، وانا ابدي علامات الاهتمام على اساس، وتكون ممكن قصه بايخه بس هكذا نفعل. المناظره ما بين العلم وما بين العقل. نعم. ودي زي كان تكون مسرحيه ما بين الإخوات، أنت النهاردة العلم وأنا النهاردة العقل، علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفة، فقال العلم فيقول أنا أحرزت شر غايته، وقال العقل يقول أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله، ومسؤوله بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. جميل، بدك سقفي بعد. مجموعة سيدنا علي العناد، الله يعينكم على العناد. يعني بالكتاب مذكور انه العناد عند الاطفال اكثر ما يكون في سن الخامس، فيظهر ويستمر الى سن ال14، من بعد ال14 يعني انتقل من عناد الاطفال الى يعني ذاك عناد للاطفال خاص بالعناد الاطفال، انتقل الى مرحلة ثانية غير هذه. فبالنسبة لحلول بالنسبة للعناد، شو التعديل يعني، ممكن تشرحي لنا شوي ليش؟ يعني صراحة احنا جانا بالنسبة أيوة. يعني انا اشوف لا، انه عناد الاطفال سن اكثر بعد، مبكر اكثر من 5 سنين حتى. يعني هو بالكتاب ذاكر 5 سنوات. أيوة. بس انا يعني وجهة نظري انه لا، اقل من 5 سنوات هو يعني. الكل يؤيدك صح. أيوة. نحن معك، تركنا الكتاب. نعم. ويوجد اطفال، ويوجد اطفال يعني سبحان الله لسه يعني حتى مستوى الإدراك جدا قليل، بس هو عنيد يعني من عمر سنة يمكن يعني. طيب. يعني قلنا أول كلمة يقولها الطفل لا، يريد أن يثبت شخصيته، يثبت نفسه في العناد. فالعناد لازم إنه نعرف إنه يعني سبحان الله يمكن بشخصية الإنسان، الله سبحانه وتعالى هذا يعني رأي شخص، إنه موجود بطبيعة الإنسان. يعني هذا لازم نفهمه إنه كمان موجود، وإحنا ما نحاول نطور العناد عند الأطفال، بالعكس يعني نأخذ العناد بنظرة ثانية، بموضوع ثاني. يعني يجب الصبر في التعامل مع الطفل العنيد، يعني لازم يكون يا أخواتي لازم يكون نفس طويل وصبر. يعني أكيد الطفل العنيد يصر يعني يخلص صبر الأب والأم أو أي أو حتى المعلم. يمكن إذا كان حتى ابني أيضا عنيد، لازم فهم ما موجود بالبيت من أخوة الأب الأم، إذا التفت إذا هذه نظرة تفهم يعني الأب والأخوة، إنه هذا مو إنه هو عداوة، وإنما هو طبع عنيد، نتفق على آلية واحدة الكل نتعامل بيها. وما أيضا يعني المدرسة، إذا يوجد مرشدة المدرسة أو يعني مرشدة الصف أو معلمة الصف، يعني إنه ابني عنيد مو لأنه هو طبع فيه، فلازم أنت يعني كذا وكذا آلية أيضا تستخدميها، مثل ما أنا استخدمها بالبيت نفس الآلية تكون بالمدرسة، يعني مساعدة من هاي. فالصبر جدا مطلوب، المحاورة بشكل هادئ دائما، أشوف شنو يريد. إذا أنت عنيد ما أسمع، لا أستمع له، وهو يعني مصر. وإذا أنا لم أستمع له هو يحاول لفت نظري بأي طريقة كانت، فأبدا لا ألتفت له، إلا إذا هدأت أسمع لك، هدأت نجلس تمام، ما الذي تريده، ما المطلوب، وفهمه مثلا هذا من حقه. أو إذا كان الطفل صغير جدا طبعا لا يفهم أنه هذا النقاش اللي يعني، هذا يمكن 5 سنين ممكن يفهمه، بس الأصغر لازم يفهمه عن طريق ردة فعل الأم مو عن طريق الكلام. نعم، هو يضغط، ينبغي أن لا نرضخ بضغطه، حتى الصغير يفهم خلاص أنا لا أعطيك، لا حتى لو كنت في مكان عام، حتى لو كنت في سوبر ماركت ومصر يريد، لا استحي مثلا اقول ماذا يقول الناس عني. أيوة. هذا طفل،
لا يقول عنك، يقول طفل بالاخر، واللي يقول على الطفل انه يعني هو عفوا غير مدرك انه هذا طفل. فهذه احنا يعني مشكله دائما نعم. الناس عنا الناس 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 هاي مشكله بحياتنا نعم. ماذا يقولون الناس. جميل تمام. عدم الرجوع في قراري، اذا قررت قرار انه لن اعطيك مثلا هذا الشيء بسبب كذا، لا اتراجع عن القرار. يعني انت تكون اعند منه. لأنه إذا تراجعت عن قراري، طبعاً بعد ما أفكر إنه القرار، إذا اتخذت القرار الصحيح نعم. مو قرار متزمت صحيح، القرار الصحيح لا تراجع عن القرار الصحيح. القرار الغلط من الفضيلة التراجع عن الغلط. نشرح حتى للولد، نقول أنا كنت ترى غاضبة وعاقبتك كذا، سامحتك في هذا الموضوع، الرجوع عن الخطأ فضيلة. بعدها عدم تدليل الطفل، يعني كل ما يطلب. طيب معليه بس مشان الوقت، تعداد من غير شرح. نعم لازم نفهم انه العناد هو مؤقت عند الاطفال. العناد مؤقت مؤقت تمام. هاي في الكتاب مذكوره. ايوه من واجهه بالعنف، من واجهه بالعنف لانه مؤقت، او نؤمر عليه امر. اي لا نواجه العناد بالعنف. أيوة. نعم. نعم يعني صراحة. الطفل العنيد لا ينفع معه العنف، بالعكس نعم. بالحب يعني علاجه بالحب. جميل. بعد عناده في مشكلة دراسة، ممكن أحيانا نكون نحن سبب العناد، يعني نحن الكبار نحن عنيدين بفرض أوامر على الطفل هو غير قادر أن يلبيها، نحن ما استوعبنا هالشي، ممكن نحن نكون سبب في عناد هذا الطفل وهو مو قادر أن يحمل هالشي، فإننا نحن عم نصر عليه ونزيد عليه المسؤولية ما يؤدى هو. جميل. أيضا من الحلول اللي ذاكرها بالكتاب، احذر مقاطعة الطفل المتمرد. لا مقاطعته لما اقول له لا اسمع لك وقت بسيط، ما اقاطعه واتركه وخلص، لا اتركه واهمله فتره طويله، بالعكس يعني حيحس نفسيه ينكسر. نكتشف اسباب التمرد. نعم. نقطه كثير مهمه، اني انا ما اتحدث معه امام الناس، احاول دائما اني اتجنب اتحاور معه بيني وبينه امام الناس، احاول قدر الامكان اضبط الوضع بشكل مؤقت، ولكن ما اتغاضى عن الموضوع، بيني وبينه يكون في حوار دائما. هي نعم. نتيجه انا مجربه عندي وكثير مفيده. نعم. احكي معه بصوت منخفض. نعم يعني نتناقش في البيت مثلا. اذا احنا خارج المنزل نرجع الى المنزل. نعم. يحذرون كثيرا من توبيخ الولد امام اصدقائه، خصوصا اصدقائه امام الاخرين، يحذرون جدا بهذا الموضوع. عندك اي ملاحظه خذه على ورقه ثانيه بالخارج، يعني اذا كان موضوع لا يؤجل، تعال ماما وعادي امام الناس، تعال ماما ونخرج خارج البيت حتى حدثي وارجعي عند الضيوف. لانه بتفكير الطفل انه لا شيء مستحيل، يعني كل شيء يخطر بباله ممكن انه ياخذه، فهذه فكره عند الطفل انه لا شيء مستحيل، يعني ما دام اب ام لازم يحققوا كل شيء. فهذه من الاشياء اللي نعم. يعني هي حركات مرضية تمنعه من طاعة الوالدين، ممكن أكو أشياء هي اللي تخلي في نفسية الطفل يكون عنيد، تمرد على شيء نفسيا متأثر بنفسية، فيحاول عن يبرز العناد بصفة العناد بأشياء هو مؤثرة بنفسه. فنبحث عن سبب هذا العناد. نعم. نعم. يعني. في شيء. يعني والله إحنا كان وقت أكثر. كان الله يجزيكم خير. لا ممتاز. ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية من الأسئلة، مجموعة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ممكن يكون له أسباب الخوف، منها أنه عدم الطمأنينة بالنسبة لأهل، يعني بعلاقته مع أهله مثلا، ممكن الأم تقول له أني أنا لا، إذا ما عملت هيك أنا رح بطل حبك، إذا ما سويت ما طلعت الأول أنا رح يعني عقوبة معينة، أو يعني بس بحس إنه ما له مطمئن بوجوده مع عائلته، هذا نوع من أنواع الخوف. ممكن اثنين معناه هون الأهل يهيئوا بيئة حاضنة لهالولد، ما يشعر بالخوف أصلاً من أهله. ما هيك؟ تمام. هاي سيئة طبعا. هو هي تقول يعني تنتقدها. طبعا طبعا. لا 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 تنتقد. هذا سبب من أسباب الخوف. نعم. عدم الاطمئنان. ممكن الأهل بيكونوا مثلا بيحكوا قصص لابنهم
عن طريق مثلا قصص اسطوريه او اشياء مخيفه، هذا يسبب له الخوف، او ممكن يشاهد كثير برامج مخيفه، او حتى يعني برامج الاطفال كلها اصلا يعني بتحسها يعني اشياء مخيفه مرعبه كوحوش واشياء غريبه، هذا ممكن يسبب الخوف. اثنين، احيانا الاسراف بتدليل الطفل، الاسراف تدليل الطفل ممكن يعني يخليه عدم مقدرته على تحمل المسؤوليه. نعم. هذا بصير عنده خوف من اي امر ممكن يواجهه. احيانا الاهل بيقولوا انه مثلا لا ما بصير تخاف انت رجال، يعني بفرضوا على طفلهم انه انت رجل، يعني هذا يعني كمان بيسبب عندهم يعني ردة فعل انه كيف انه الطفل بيكون رجل، يعني هو ليس رجل اصلا، هو اصلا ليس رجل، ليش انه والله يعني، وهو امر طبيعي، يعني الاهم انه الخوف هو امر طبيعي، اذا الطفل ما بخاف يعني معناته في عنده مشكل بالادراك. هي طبعا ترى الخوف طبيعي. الخوف الولد الذي يخاف معناه انه ذكي يدرك، اما الذي لا يخاف مجنون، في مشكله عنده. الخوف مفرط. طبعا هو الخوف، انا يعني ضمن الاشياء اللي ذكرتها عفوا المقاطعه، بس لين مثلا اول دي يعني احنا جالسين بالبيت تبعت له غرفه النوم دايما، ايوه يخاف، ايه هذا غرفه النوم مثلا كي يخاف اي شيء. نعم نعم. يذهب الى المنطقه مثلا، نعم يعني يخاف، هذا كيف العلاج؟ ايوه وصل لمرحله مرضيه يعني. أيوة. صحيح. ممكن اعلمه انه يشعل الضوء ويدخل. لا انا يمكن هي جالسه بالصالون والمدخل البيت امامي موقف الضوء، بس حبيبي افتح الضوء ويجي اخوك تفتح مجال يعني تفتح باب، هو لا ما اروح ما وصل عن الضوء، يحتاج دعم نفسي. تمدحي لازم. لا هو انا صارت انه شغله مثل ما قالت الاخت في جيت فتره اخوان تفرجوا افلام رعب. كبار افلام الرعب والله نحن الكبار تعملنا مشكله. انا لا هو شاف هذه الفيلم تظلت بنفس طبعا، حتى الكبير والله تاثر بالكبير. لازم تمدح كثير. الاخت مدينه عفوا لا ابدا الأخت مدينة أبداً الأخت مدينة تعرف ليش؟ لأنه يومين الأخت مدينة تحدثت جملة واحدة، والأخت مدينة من روسيا من المسلمات عندها كان روضة، مزح يعني عملت هيك بس مزح. أخت مدينة تفضلي. علاجه ممكن مثلا صورة، هذه الطفلة مثلا هي ترسم ماذا هي تخاف، من ماذا تخاف، مثلا إذا موجود مخيف في صورة هي ترسم أولا ثم تقولين طيب الآن نلوق هنا، هل تخافين من هذا، ماذا تفعل، هذا علم فينا علم النفس يقولون، يعني لابد أن ترسم هذه المخيفة الصورة المخيفة بعدين تفعل هنا ممكن أم ممكن يلغ كيف نلقها على جدار، وبعدين تتكلم معه ماذا يصدر الآن، هل تخافين الآن، ماذا هذا، هذا الصورة أيضا، هذه هي أيضا صورة، يعني بالحوار وكل الصور الذي عندك في ذهني لابد أن يخرج على أوراق. من ماذا يخاف؟ يعني هو نسأل الطفل من ماذا تخاف، ارسم ما تخاف منه، وبعدين نناقشه. وبعدين نمزقه، وهو افضل هو حتى يمزقها اولا لكي هو يخاف. شيخنا وبرضه انا بس كنت عم بمزح عشان يعني نوع مداعبه لل... ايوه لو بيخاف من الكلب مثلا في الطريق، بيخاف من القطه، لو سمع صوت القطه ما بينزلش مثلا من البيت، فانا اخده في ايدي وتعالى حبيبي فين القطه، شايف القطه اهي، فتروح القطه مش تشوف هي اللي خافت واحنا اللي واقفين. نعم ايه لا 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 يعني المهم ان انت لما تعمل اي ضربه كده عندنا في مصر لما يجي بس القطه بلابس فانا اقول لها بس هي تروح جاريه شوف هي اللي جريت يبقى انت اللي ما تخافش. القطط يا ابني طلع مصر الكام
انا هنا الله وكيلك ألقى عليهم سعيد يعني واحدة ضلت واكفتنا بالباب ما شاء الله لأنه ما في الحال قادمة عندنا رسل قادمتك رسل كل شيء صار من طلبة فبوقتها وشعبتنا دخلنا للبيت بالمساء وقت الضالة يعني وقت فريد ينامون يعني راحت تحت الباب دخلت القطالة وصارت يوجد سكنة معكم بالبيت يوجد رهاب رهاب القطط صح؟ ما العلاج؟ حدا بيعرف العلاج؟ شو رهاب؟ رهاب يعني الخوف من القطط يعني أنا أعرف واحدة جدة الآن جدة جدة يعني ليست أم ولا بنت وتخاف من القطط فالموضوع أكثر من بس لا بس خلينا نبحث على الإنترنت ما هي علاجها كيف يعني؟ مع الزمن ان شاء الله على الاقل يخف يعني بين ما لا تمر من الشارع وبين على الاقل تمر لكن هي خائفه يعني على الاقل نخفف هذا الرهاب طيب الخوف في شيء ايضا بس مشان الوقت خلينا نختصر قدر الامكان تعداد فقط ايوه اكثر من ما بتاخذ جميل الخوف سيدنا عمر يلا شجار عفوا انا اسف الشجار بس نريد تعداد فقط من غير اي شرح لانه الوقت تجاوز شجار الذكور اكثر عنفا بسبب الفطره ما شاء الله في بعض البنات بيغطوا على الذكور يلا ماشي عنف الاهل ربما الاب والام يعني عنف الاهل نعم التلفاز عنف الأهل أحد الأسباب. ثاني. التلفاز مشاهد. بعض البرامج والله لو شاهدناها من أولها لآخرها كلها قتال. الغيرة بين الأبناء إنه غيرة. هي كله أسباب. أسباب هذه. الغيرة يعني نهتم بواحد فالبقية ينتقموا منه. نعم. نعم. البيئة بيت العيلة. شان هيك النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. البيئة بيت العيلة اللي هو الجد والأعمام والأخوال ربما بيت كبير توجد فيها يعني في أسباب من أسباب العنف. شو يعني ما فهم شو الرابط انه البيت كله عنف ادري واضح معناها يوجد عنف نتيجه الاكتظاظ او الازدحام فالاطفال طيب تعلموا منهم حب التسلط انه يحب يسلط انه ايوه نعم الشعور شعور بالنقص عدم التقدير عدم تقدير الذات والشعور بالنقص يولد اشتغال الابوين عنهم دائما منشغلين عنهم وتشيرين هكذا الى هنا ايوه نعم وضع الحروب يعني وضع الحروب الموجوده يعني هنا بالبلاد كلها ايوه لا يوجد تسلط نعم الحلول حلول الشغار من الاولاد تفريغ طاقتهم بالنوادي او الكشاف او الالعاب الحب والعطف الزائد منع مشاهده افلام العنف مع التبرير لأن عدم الدكتاتورية بهذا الموضوع إنه أمنعك لازم أبرر نعم المساواة والعدل وتعزيز المضطهد يعني لازم نعزز هذه النقطة الاتفاق مع العائلة وتوعية الأبناء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لا يوقر كبيرنا ويحترم جميل جدا هذا تعزيز الثقة زيادة الاهتمام تمثيل وتبادل الأدوار انه نمثل انه انت بابا وماما واحنا الابناء فماذا تفعل لو كذا بعدهم عن من الاخبار بعدهم من الاخبار العنف او مشاهده الاخبار الموجوده يعني الاحداث اللي عم تحصل حقيقه صحيح بس الله يجزيكم خير العبادات والحجاب مجموعه سيدنا عثمان ايه يعني اكثر من حاجه ايوه والله اشتريت هديه قال اجيب لي رشاشه كوشا سبحان الله ثقافه اي فهي الحروب وش اسمه تبقى ظلالها يعني طبعا لكن علينا ان نحمي اولادنا من هذا وليس من الولاء والوفاء لبلادنا ان نشاهد اولادنا ما يحصل بالعكس من وفائنا لاولادنا ان يعيشوا طفولتهم كافي نحن شبنا هرمنا احنا عفوا انا مو احنا لا نحن
روسيا سعودية يعني شو الموضوع هو هيك. حسبي الله ونعم الوكيل. سيدنا عثمان تفضلوا. رضي الله عن سيدنا عثمان. بس كبسولات. هو في اثنين كده. احنا واخدين العبادات وال لا هلا ماشيين بس على هذول هلا بنوصل. راح نوصل لعندكم مرة ثانية. كمان العبادات والحجاب. العبادات والحجاب. طيب. واحد وجود القدوة الحسنة. القدوة المنزلية، القدوة الأسرية والقدوة العامة. ربط ذلك بالقدوة العامة. نعم. القدوة المنزلية الأب والأم، والقدوة الأسرية حد كبير يكون في العائلة. نعم. والقدوة العامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير شرح شيخنا. من غير شرح. ربط الجائزة بالمسجد وكذلك ربط المواعيد بالمسجد. لحظة في بدنا هدوء يا جماعة. تفضل. ربط العالمين بالمسجد وربط المواعيد بالمسجد وربط الجائزة بالمسجد. جميل. بربط واضح. نعمل كذا بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد كذا كل شيء بعد كذا. أي لا. وربط العناوين بالمسجد لما اروح ابعد في مكان في المنطقه الفلانيه جنب المسجد كذا جنب المسجد كذا جنب الزمان والمكان. نعم تحديد الزمان وقت الصلاه وتحديد المكان في المسجد. كل مرتبط بالمسجد. رائع. نعم. الاذكار المرتبطه والحرص عليها امامهم واشراكهم فيها منذ الصغر. نسبه كل فضل لله عز وجل. كل شيء تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى. كل شيء هذا بفضل الله عز وجل. الحمد لله. وكذا وكذا وكذا. طيب بالنسبه لمساله الحجاب، اولا البيئه التحليه والفاكهه والجوهر. هذا بدون شرح. بس شرح خفيف. طيب. يلا. البيئه لابد ان تكون البنت موجوده في بيئه ضمنها مساعده. مساعده لذلك. واضحه. التحليه اظهار جمال المراه المنتقبه. كأن أنا أقسم بالله كنت أقول أمام زوجتي أمام ابنتي لزوجتي أنا لما بشوفك لابسة النقاب ببقى عايزة عكسك بتبقي أجمل من جميع نساء الدنيا. فأظهر من المرأة في النقاب هي أجمل من المرأة العادية وكذا وكذا وكذا. يعني البنت نقول ما شاء الله الحجاب لا بأليك ما شاء الله مثل الأمر نور على نور يعني. نعم. كلمات مدح للحجاب. نعم. الفاكهة بس ما مش عكسك وما عكسك لا بلا حرج. لا 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 زوجتي زوجتي أقول زوجتي تمام أزر هذا لزوجتي. الفاكهة والحلوة. إن أنا لو قلت ما في لحم طيب؟ لا قبل الفاكهة لو قلت لها موز قلت لها لو رحنا اشترينا فاكهة من عند بتاع الفاكهة والموز من غير إيش؟ طيب لو رحنا جبنا الحلوة وملبس بالشوكولاتة من غير ورق ايوه ايه انت تقدر تاكليها وكذا وكذا وتبدأ بيحمي كذا والفاكهه فانت كذا ولا بد ان احنا نحافظ عليك وهذا الحجاب. الجوهره انك عندي اغلى كابنتي وزوجتي انك عندي اغلى من كل شيء ولانك جوهره سمينه والجوهره مكنونه لذلك انا ابى وارفض ان تنظر اليك النظرات العابسه ولا الايدي الاثمه ولذلك فانا احافظ عليك بهذا الحجاب. الله يجزيك خير. تمام. في شيء زياده من الاخوات بالنسبه للحجاب تنصحوا شيء؟ جزاكم الله خير. بالحجاب. مجموعة سيدنا علي الأكل غير الصحي. نعم. كبسولات من غير شرح. نعم. أولاً عدم الصراخ يعني هاي كعلاج للطفل إحنا نعرف شنو الأكل الغير صحي. من غير شرح. كبسولات. أنا. عدم الصراخ على الطفل. عفواً. اقرأي لنا وأي شيء يحتاج توضيح سأسأله. تمام. عدم الصراخ على الطفل. واضح. لا أطلب منه فجأة الحضور إلى الطعام. طبعا هو في الطعام بصورة عامة انه انا اعمل الطعام فجأة اقول له تعال تفضل للطعام يعني هذا ده احكي على الاكل الصحي. ايوه هاي نقطة بالاكل الصحي مو غير الصحي. تمام. لما اسوي الاكل ايضا لا فجأة انه ادعي الولد للطعام يكون يلعب يكون شيء فاكيد جوعان يعني يكتفي من اللعبة يكون جوعان يجي ياكل الاكل الصحي ف يعني وصلت الفكرة ولا لا؟ لا ادعوه فجأة؟ اي يعني هو كاتب بالنسبه لا اطلب منه فجاه الحضور للطعام. طبعا الاخت هي اللي كتبت ايوه انه تمهيد يلا ما جهز حالك اللعب يخلص بعد خمس دقائق ساضع الطعام يعني اهيئه. جميل. بعده لا اتحدث لاخرين مثلا لا ياكل اكل صحي كذا عيبه كذا انه بدل التوبيخ يحب الحلويات وهي لا طبعا وقت ياكل الاكل الصحي لا استعجل عليه كل بسرعه عند الأكل الصحي ولا أجعله يأكل كثيرا يعني أفسح المجال كثيرا أيضا له يعني بيصير يتخم نفسه أيوة أيضا أيوة. حتى بالأكل الصحي هذا تمام. الكلام تمام
غير ما موجود بالكتاب، انه انا اطلب انه لا ياكل اكل صحي وانا املا البيت والخزانه بالاكل الغير صحي. ايوه، ايجاد البدائل مثل ما ذكرنا بالبارحه، ايجاد البدائل مثلا الفاكهه والحب مثلا خلينا نقول الموالح، الشيبس والفشار، انا اعمله بالبيت بالطعم مثلا. انا هلا بالبيت انا اساوي بالخل، اساوي كله بالبيت شيبس، لا الفشار مثلا بساويه بالخل، اساويه بلا ليش يروح ياخذه بمكان مواد حافظه مثلا. جميل. اساوي الاشياء كلها بالبيت، ومو دائما كثير حلويات موجوده بالبيت. يلقى ماكو حلويات هو يحتاج سكريات راح يلجا للفواكه. ايوه، الزبيب، المجفف، المجففات، الفواكه المجففه، الموالح. أيوة. بصوره عامه يعني نوجد البدائل. وامر مهم جدا اخواتي، نمنع واخواني نمنع الاولاد من الاكل قبل الاكل. يعني بدك تاكل شيبس اشياء كذا مسموح بعد الاكل، اول كل، واذا ما اكلت كميه كافيه لن اسمح لك، يعني هكذا نخفف. طبعا نكون احنا ايضا قدوه مثلا الام. أيوة. يمكن لا تاكل، الاب لا لا بدنا نريد ان نحضر وناكل يعني. أيوة. خلاص صحيح، واضح. المشروبات الغازيه مثلا استبعدها، اصلا لا احضرها البيت، بعدين اقول للولد لا تشرب، احاول انه اساوي البدائل. هي في شيء غيره؟ لا يعني هو الاكل. انا سامحوني ساستعجل والله مشان فاده، لأنه نحتاج أن نقف على 6:30 إن شاء الله. تمام. طيب. هاي. العبادات، الحجاب، الأكل غير الصحي، الكذب والسرقة، مجموعة سيدنا أبو بكر. بشكل سريع، لازم نتعرف على الدوافع اللي دفعت الطفل للسرقة والكذب. أيوة. نحن في كثير أحاديث على الرسول عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. يعني نفر بشكل تام من الكذب. أنا زاعية، قال صلى الله عليه وسلم، أنا زاعية بيت وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازكا. لازم نعطي الطفل الثقة، الثقة بنفسه، وما نعاقب الطفل إذا قال يعني لو كذب وقال الصدق بعد ما نعاقبه. أيوه. يعني لا، حتى نشجع على الصدق. على الصدق. نعم. وسلط الضوء على الأمانة عنده والصدق حتى لو كان شيء قريب عنده. وفي أطفال في عندهم يعني كذب. صحيح، ذكرنا البارحة لا يميزون بين الحقيقة والخيال. فممكن نحن نشجعه على الكتابة أو سرد القصص، يعني عشان خياله يوظف له إياه في مجالات. نعم. والأهم الأهم هو القدوة، يعني القدوة. صحيح. في شيء غيره كمان؟ السرقة. البارحة يمكن حكينا بشكل جيد على السرقة، صح؟ طيب ننتقل الآن التحرش والدفاع عن النفس، مجموعة سيدنا عمر، تفضلي. أول إشي من حكي أسباب حلول مع بعض، إيش مراقبة كل ما يراه الأطفال على النت؟ ممكن هدوء أخواتي حتى نسمع الأجوبة، عيدي بصوت مرتفع شوي. مراقبة كل ما يراه الأطفال على النت والموبايلات، لأنه كله بسبب، يعني احنا بدنا نحكي من ناحيه انه ما يتعرضوا ابنائنا، ولا سمح الله ما يصيروا ابنائنا كمان يفعلوا اشياء غير لائقه. يا رب. انتباه الابوين لخصوصياتهم. ايوه، لتصرفاتهم ابناء الاطفال، تعليم الابناء. عفوا، عيد السطر الاخير. انتباه الابوين لخصوصياتهم، تصرفات الابوين. نعم. امام الاطفال ينتبهوا لها. اي طبعا طبعا. تعليم الاطفال خصوصيه اجسادهم، وهذا موجود، صار في على اليوتيوب كثير مقاطع بتعلم الأطفال إنه في ماما إلك خصوصية لجسدك، حتى يفهم إنه ما حدا يتعدى على خصوصية جسده. تعليمه الطهارة والوضوء، يعني أنا بتذكر أخذ دورة عن تثقيف الجنسي للأطفال، كان مدخلها هذا إنه من هو طفل مدخل الطهارة، إنه إيش هي الطهارة وشو هو الوضوء، من هذا بتتدرجي معاه لحد ما توصلي لكل المفاهيم الكبيرة اللي أنت بدك إياها. من هو صغير؟ من هو صغير، من عمره سنتين. تبلش تفهمي الطهارة، من مدخل الطهارة ندخل لهذا الموضوع. بس هلا خلينا نقول سنتين ما راح يستوعب كثير، 4-5. يعني هي مو، ما أنا بدي أحكي له طهارة، بس أنا بدي أبلش أحكيها النظافة الشخصية. أيوة. أيوة، بس أنا حكيتها الطهارة لأنه إحنا قضاء الحاجة يعني. بالضبط، يعني آداب دخول الحمام. أيوة أيوة أيوة. فأنا لما أدخله على آداب دخول الحمام وكيف يتصرف جوا وكيف يتصرف بس يطلع، من هاي المداخل أنا بكبر معاه لحد ما أوصل للي أنا بدي إياه. ما اترك لعمر 12-13 سنه وانا بعدين ادخل معاه في هذا الموضوع. اه طبعا، يكون غريب طبعا. قلت. طبعا، لكن لكل، انا ليش لكل وقفت عمر. لكل عمر مرحله. بالضبط. شيء يناسبها، طعام الكبار يضر الصغار، هاي مهمه. بالضبط. هو طبعا كان زمان هاي المواضيع تؤجل لسن المراهقه او سن اليفاعه، اما الان بدنا نبلش باصغر بسبب
بسبب الوعي اللي صار عند الأطفال البرة يعني. أيوة. بسبب النت والما إلى ذلك. نعم. توضيح الفطرة. أبلش أحكي مع ابني في مواضيع الفطرة الحب. من عمر 7 و8 سنين لازم يميز الطفل ما بين الحب لماما وبابا، غير حبي لصديقي، غير حبي لأختي، غير الحب اللي تبيه أخواتي في صوت. نعم. غير الميولات اللي بتصير في سن 11 و12 وما فوق، انه ماما في ميول للطرف الاخر، وهذا الميول انت هو فطري بدك تحتفظ فيه لسن معين، وبدك تميز ما بين، حتى ما يصير في عندنا مشكله الاصدقاء، بصير في حب ما بين الصديقات بطريقه خطا، فانت ماما حبك لصديقتك مختلف، وشرح للشاب وشرح. حتى الأم تقدر تحكي بهاي المواضيع، ما تستنى الأب، لأنه هذه أشياء عادية بسيطة يعني. توثيق علاقة الصداقة حتى تصبح صراحة تامة، إنه قد ما أنا صديقة مع أطفالي وأبنائي بقدر يعني هم يحكوا لي كل إشي بسمعوه، وهذا إشي كثير مهم. إنه ماما سمعت نكتة مش بايخة، تعال اسألني أنا بحكي لك، بس المهم أنا أكون مصدر المعلومات. أي إشي ماما بتسمعه أو بتشوفه أو أي كلمة، هاد تعال احكي لي أنا بشرح لك، ما في مشكلة، أنا كل شيء بدك إياه بحكي لك إياه، على الأقل أظلني أنا مسيطرة على إيش المفاهيم اللي عم تدخل لك. والله نقطة مهمة تذكرها الأخت الآن. نعم، في نقطة مهمة إحنا لازم ننتبه لها ونوعي أولادنا إلها، إنه هاي هذا الشيء خطير، لأنه بنبني عليه الأشياء بعدين بكرة، يعني أنت بتخرب فطرتك ماما، فأنا بدي أحافظ على فطرتك حتى أنت تعيش بحياة سعيدة، زوجية سعيدة، فأنا عشان هيك بدي أحافظ على فطرتك، فأنت أحكي لي عشان أنت بكرة تستمتع في حياتك مع زوجتك. القوة ورفع طبعاً لازم يكون بالذات الأبناء والبنات، أرفع ثقته بنفسه، أعلمه مهارات قوة، يعني أنه على الأقل يكون بيقدر يدافع عن حاله، خصوصاً في سنة 13 و14 لو دخلته كاراتيه، بوكسينج، قتال، أي شيء، أنه لو تعرضت أنت لأي شيء حتى ضرب معين كيف أنت تدافع عن حالك، حتى البنت تكون تعرف كيف تدافع عن حالها. عدم الاختلاط، ما أخلي اختلاط كتير بعد عمر 10 سنين ما بين الأولاد والبنات مع أولاد عمهم بالمدرسة، لازم بعد 10 سنين يكون ممنوع، يعني مثل وفرقوا بينهم في المضاجع بالضبط، ليس فقط في المضاجع في الفراش، وإنما حتى الاختلاط وكذا. يعني بأولاد العم، العائلات اللي ساكنين زي إحنا في أهالينا في بلادنا، كانت العائلة كلها مع بعض لحد 8-7 سنين مسموح يلعبوا مع بعض، أكثر من هيك لا، حتى لو كانوا أبناء صحابة خلص، بعد هذا العمر بنات لحال بعد 10 سنوات ماهم؟ يفضل. تعليمهم إيش هي الحركات المقبولة والغير مقبولة من الآخرين، ماما أنت هلا في المدرسة إيش مقبول من صاحبتك تعمل وإيش مش مقبول، المعلمة، الأستاذ إيش مقبول إيش يعمل وإيش مش مقبول. أيوة. بكلام بسيط يعني إنه هيك صح ماما وهيك مش صح، هذا ذوقا وهذا مش ذوقي، يعني بشكل عام العورة، مثلا الذكر نقول له من السرة إلى الركبة هاي ملكك، لا احد ينظر اليها من غير يعني يعريك، ولا احد يلمسها، والفتاه نفس الشيء، العوره لا احد يلمسك ولا يخلع الثياب وينظر، هاي ملكك. عدم قبول الهدايا الغير مبرره من الاخرين، نعلم برضو اولادنا انه ماما اذا في حدا عم بيجيب لك هدايا ليش، طب هاي جابها، اساله مثلا جايب شغله هاي طب ليش هاي ليش وكذا وكذا، وافتح معاه مواضيع. التعرف طبعا هذا برضو بيؤدي انه ضلنا نتعرف على اصدقائهم، نعرف مين أصدقائه، ضلني أنكشه، لو حتى لو مسكت مثلاً تليفونه كل فترة، أنا بحب مراقبة بشكل يعني واضح، ما أراقبه من وراء، أراقبه قدامه، هات ماما أعطيني تليفونك، مين هذا صاحبك، يا عن جد هذا فلانة، يعني من باب إنه كيف أنا صديقتك وبدي أتعرف أيوة على أصدقائك، يعني حب استطلاع بالضبط، مش كتحقيق مع مجرم. حتى إني أمسك موبايله من وراء، أنا هاي الشغلة ما بحبها لأنه بعرفه، وإذا شعر إنه أنا ما بثق فيك فهو يعني موضوع الثقة إشي مهم، يعني خط أحمر الثقة بيني وبينك، ما تعمل أي إشي أفقد ثقتي فيك أو تفقد ثقتك فيي، فأي إشي بدي أقيسه على معيار الثقة، لازم أنا أضل أثق فيك ماما وأنت تضلك تثق فيي، وعلى أساسه نتصرف. وآخر إشي لازم نضل يعني منهم صغار لحد ما يكبر قيمة وغرس العفة والحياة، انه قديش انا بربيهم يكونوا حيين وعفيفين، هذا بيضل معهم طول عمرهم. بس جميل، الله يجزيكم خير. معناتها التحرش والدفاع عن النفس، والبارحه حكينا شوي عن الدفاع عن النفس والتحرش، هلا مجموعه سيدنا عثمان، التسلط والانانيه. بسم الله. تسلط الانانيه، الاسباب والعلاج.
أولا الأسباب بسبب التهميش أو الغيرة، إما أن يكون الولد يشعر بأنه مهمش في البيت أو الغيرة بالاهتمام بأحد بحاجته. طيب العلاج، أولا وعي الأب أن شخصية الابن مستقلة ومختلفة وأن الزمن غير الزمن، فلابد أن الأب يعمل أنه يتعامل مع ابنه باختلاف عقلية غير العقلية، زمن غير الزمن وفكر غير الفكر. ربوا أو أبناءكم على غير ما ربيتم عليه. أنا ربيت قد خلقوا لزمانا غير زمانا. أيوة، إشراك الابن في القرارات المصيرية، إشراك أو ده بعد تأسيس مجلس شورى بيتي، لابد أن يكون في مجلس شورى في البيت. مجلس الشورى الإخوان. لا أنا لست إخوان. مجلس شورى بيتي. مجلس شورى تماسي. ايوه. واشراك الابن في القرارات. والله حتى يعني فعلا انا مزحت، لكن فعلا انه ندخل قيمه الشورى للبيت ونعلمهم وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر، فانتم مجلس الشورى وكل البيت مجلس الشورى، صح ولا؟ نعم. من هنا يعني نتفادى مساله التهميش، عندما يشعر جميع من في البيت يشاركون في القرار، يشاركون في القرار، وهذا الفرق انك تخرج ابنا قائدا وتتعامل معهم بشخصيه اداب الشورى، بشخصيه القائد وليس بشخصيه المدير. قرارات تنفذ وكانك السيد، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. فاذا كان من انجاز ينسب لك، واذا كان من اخفاق تنسبه. طيب. لهم جميعا بعدها. نعم. اعطاء كل ولد القياده في البيت ليوم واحد. يختار الطبيخ الاكل اللي هناكله ويشتري الحاجات اللي هنعملها، وكل واحد فيهم يختار المكان اللي احنا هنخرج فيه في العطله في الشهر. احنا لنا كل اسبوع بنخرج فيه، يبقى في كل واحد انت النهارده اللي هتختار، كل واحد اسبوع بيختار. جميل جميل. آه. الله يجزيكم خير، ممتاز جدا. الثقه بالنفس والصبر وتحمل المسؤوليه. لازم نعلم على الاختلاط مع ذوي المواصفات الصغر، يعني كيف يختلطوا معنا الافراد في التدريب من اسباب الخجل، التشدد معهم، يعني الشده، استخدام الشده والعنف مع الاطفال، يسحق شخصيه من اسباب ايضا الخجل، توبيخه وعدم احترام امام الاخرين ممكن يسبب عنده اضطراب نفسي، فما يتكلم امام ضيوف امام احد، لا يكون يعني يواجه بالاحباط من اهله. الحرمان من الاب او الام او الاثنين، الغربه لها دور في بلد غير بلاد، خصوصا حاليا احنا في بلاد غير بلادنا، لا يعرف اللغه، يعني هو يمكن بطبعه غير خجول، يعني عادي ولد طبيعي، بس يخجل يتكلم لانه لا يعرف الكلام مثلا، وعدم تأقلمه مع يعني الرفقاء في المدرسة، وهي بسبب عدم التجانس بالجنسيات أو شيء. الأمراض، هي أمراض الجسم، هي اضطرابات النطق، يعني مثلا عنده خلل بنطقه، عنده عيب خلقي، هذا ممكن يسبب له أيضا خجل. ممكن البيئة تشعرها بالنقص، مثلا ممكن اكو اشخاص يقولوا له انت كذا انت كذا، فهذا يسوي عنده نوع ايضا من الاحباط، وهذا يؤدي الى الخجل، يعني لا يظهر امام الناس بسبب معين مثلا، يواجهوا الاخرين بما يعني بما عنده. وايضا التاخر بالدراسه ممكن يعني من اسباب الخجل ايضا تدخل. المعالجه، بالنسبه لمعالجه الخجل، بالتشجيع دائما من قبل الاهل، عدم المقارنة بينه وبين أخوه أو أي شخص كان، عدم المقارنة، عدم الانتقاد يعني أمام الآخرين أو حتى يعني بيني وبينه، ما أنتقده، يعني أوجهه بصورة ليس بأسلوب الانتقاد ولا بأسلوب التوجيه، بس انتقاد أمام الآخرين لا يجوز. الحب دائما
دائما الحب، نلاحظ الحب بكل اساليب التربيه وكل الحب هو مشترك يعني سبحان الله. انمي قدراته، اخلي الطفل يشارك برياضه معينه، باشياء يعني احاول اني في مختلف مجالات الحياه اشرك، اخليه يشرك يعني ادخل الاطفال بهاي المواضيع. اعمال تطوعيه ايضا، الاعمال التطوعيه كلش مفيده للاولاد بكل مجالات ايضا، يعني الثقه بالنفس انه انت حققت شيء في مجتمعك، انت انسان منتج، انت انسان يعني تحقق الغايه اللي انت خلقت من اجلها. نعم زين. تكوين اصدقاء، تكوين اصدقاء يحاول انا اذا هو لا يعني لا يحاول ان يعني يجد اصدقاء انا اساعده مثلا، يعني اذهب مثلا المدرسه احاول انه، لان خصوصا هسه حاليا احنا بالغربه مثلا، ابني اول ما جاء هو مو خجول بس وبالعكس يتكلم مثل ما تحدثت يتكلم كثير، بس اصدقائه يبتعدوا عنه. لا انا شو سويت يعني رحت للسوبر ماركت اشتريت على عدد الصف، سويت شغله على عدد الصف لانه ما يلعبوا مثلا معه، صح صح. ما يبتعدون عنه، فاشتريت باجات على عدد الطلاب وهو ايضا. ما معنى باجة؟ هو ما معنى باجة؟ باج الشعار، شعارات، نعم. شعار للطالب. أيوة يعني أيوة. واسماء الطلاب هو جاب اسماء الطلاب واحد كتب يعني تهادوا تحابوا، نحن شجعنا يهدي الاولاد بهذا الاسلوب. فعلا نحن مارسنا هذا مع بعض الاولاد ونجح معنا في البيت. يعني الحمد لله. يعني لا تاخذون كيلو شوكولا ينفع تكسب، خصوصا بداية الأخت البارحة سألت إنه داخلين جديد على تركيا، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فأعطيهم أشياء يهدي الأولاد بصيروا يحبوك. صح صح، بحيث لقيت فرق صار ابني غير يعني، هم وأني موجودة صاروا يقبلوني الأطفال الأتراك ويقبلوا ابني. نعم. صرنا رفقات، صرنا فحس حاله إنه هو يعني واحد منهم. أيوة يعني أيوة. هي تنطي تعزز نعم. الثقة بالنفس يعني، مو يعني لازم أنا أهتم بأدق التفاصيل، يمكن هي بسيطة نعم. بس أنا أساعد وأرقي أولادي أيضا، رقية شرعية أيضا، رقية شرعية وعدم اليأس من محاولة إنه ولدي يتغير، لأنه بوقت بمرور الوقت سوف تذهب هذه. على فكرة يوجد امتحان أنصح الجميع أن يفعله مع نفسه، امتحان أنماط الشخصية، اكتبوا على الانترنت امتحان انماط الشخصية، يعطيك نتائج. يصنف اشهر امتحان الذي اعرفه اربع انماط. فاحيانا لماذا اتكلم عن هذا الموضوع انماط الشخصية؟ لان ربما ولدنا اصلا من الاعتزالي هكذا شخصيته، ومن الف ب لانماط الشخصية لا يوجد شخصية افضل من الثانية، لكن معرفة انماط الشخصية لتوظيف الشخص المناسب في المكان المناسب. فالأنماط أربعة أشهرها طبعاً، يوجد تقسيمات كثيرة، العقلاني والعاطفي، إما عقلاني أو عاطفي أغلب عليه، الاجتماعي والانطوائي، الحالم أو خيالي مع واقعي، رابع شيء ذكرينا فيه اللي هو البلد في تعامل أيوة أيوة المنظم والتلقائي التلقائي أيوة. وعلى فكرة لا يوجد واحد أفضل من الثاني، يعني مثلاً الانطوائي، خلينا من الانطوائي الآن، الانطوائي شوية ليس اجتماعي، ينفع مع الأعمال المكتبية، الكمبيوتر، التصميم، الرسم، الأشياء، الأعمال المكتبية ينفع جدا، الأرشفة، الحسابات، يعني في المؤسسة عندي مثلا أغلب الشباب انطوائيين ويبدعون، ليه؟ لأن مؤسستنا تعتمد على العمل المكتبي، بينما لو كنا مثلا عندنا قسم للمبيعات الاجتماعي، العلاقات العامة اجتماعي، كاشير اجتماعي، مبيعات التسويق اجتماعي يجب ان يكون. فربنا سبحانه وتعالى عدد الانماط لان المهام مختلفه، فربما ولدنا اصلا طبيعته انطوائيه، وانطوائي ليس عيبا، بالعكس في المستقبل سينجح في بعض المهام والاشياء. الله يجزيكم خير جميعا ان شاء الله، الله يتقبل منا جميعا.